لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. ومع الدرس السادس من سلسلة دروس فقه الزكاة في المذهب المالكي، في هذه الحلقة أتناول شروط الزكاة. الزكاة لها شروط وجوب، ولها شروط صحة، ولها أيضا شروط خاصة وشروط عامة. أولا الشروط العامة: لا تجب الزكاة في الأموال إلا بثلاثة شروط عامة، وهي أولا الحرية، بمعنى لا تجب الزكاة على العبد لأنه لا يملك، بل إن العبد هو مملوك لسيده، العبد وما ملك ملك لسيده، وزمان العبيد انتهى في هذا الزمان، والحمد لله العبيد انتهى في هذا الزمان، لم يكن هناك عبيد، ولله الحمد والمنة. قال صلى الله عليه وسلم: ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الملك التام. الزكاة تجب على من ملكه تحت يديه، بمعنى أنه يقدر على التصرف فيه بالبيع والشراء ويمكنه أن ينميه. ففي الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن، قال له: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. رواه البخاري. ثالثا بلوغ النصاب، وهو المقدار الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة. قال صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أوراق صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة. ثانيا الشروط الخاصة ببعض الأموال، وهي شروط وجوب لها، وهي التي ذكرها ابن عاشر رحمه الله بقوله: في العين والأنعام حاقت كل عام، يكمل والحب بالإفراك يرام، والتمر والزبيب بالطيب وفي ذي الزيت من زيته والحب يفي. إذن أول الشروط الخاصة هو مرور الحول على المال الذي هو في يدك، وهذا الشرط ديال مرور الحول هو خاص باش، خاص بزكاة العين التي هي الذهب والفضة، وخاص بالنقود والتجارة والماشية، أربعة. وهذا معنى قول ابن عاشر رحمه الله: في العين والأنعام حقت كل عام يكمل يكمل. ولحديث الموطى أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقول: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وأما الحبوب والثمار لا يشترط لها مرور الحول، هي لا يشترط لها الحبوب والثمار لا يشترط لها مرور الحول، لقول الله تبارك وتعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وهذا ما نقل ابن عاشر رحمه الله: والحب بالإفراك يرام، والتمر والزبيب بالطيب، بمعنى حينما يستغني الحب عن الماء في حالة الفريك، والفريك معروف حينما الحب يمكن أن يؤكل، أن يشوى في النار ويؤكل، وكذلك يستغنى الحب، يستغنى الزبيب والتمر، يستغنى عن الماء. ثم هناك أيضا المعدن والركاز، هادو تجب فيهما الزكاة بإخراجهما وتخليصهما، مثل الحرث. ويستثنى من شروط مرور الحول ربح المال المتجر فيه ونسل الحيوان، بمعنى إذا ربح له مال يتجر فيه ولم يبلغ النصاب ثم ربح مالا فإن أصله
أصله فإن الأصل ديالو أصله أصل ذلك الربح، وكذلك الحيوان فالطاري منها فإنه يضم، فإن يعني يضمان إلى أصولهما، وحولهما هو حول أصولهما، وحول الأرباح ونسل الأصول، والطاري لا عما يزكى أن يحول. بمعنى فمن ملك مثلا 30 شاة في هذا الشهر اللي هو احنا دابا في المحرم، وولدت له قبل المحرم الآخر المقبل ولو بشهرين 10 شياه، صارت عنده 40 شاة، تجب عليه الزكاة، بمعنى تجب عليه شاة واحدة. وكذلك من ابتدأ التجارة في مال أقل من النصاب في المحرم هذا، وفي المحرم المقبل قبله ربح ولو بشهرين ربح نصابا، فإنه يجب عليه أن يزكيه، لأن أصله أصل لأن أصله لأن أصله هو أصل لأن حوله هو أصل للمال الأولي، وفي هذا وهو ما أشار إليه ابن عاشر رحمه الله، وحول الأرباح ونسل كالأصول، والطاري لا عما يزكى أن يحول. إذن هذه هي شروط الزكاة، الشروط العامة والشروط الخاصة وشروط الوجوب وشروط الصحة. نسأل الله أن يوفقنا لكل خير، والحمد لله رب العالمين.